مدى الصوت من صوت المدى. صباح الخير. هل سيخرج القانون من أفواه السياسيين أم من استفتاء الشعب؟ وإلى أين يسير البلد؟ إلى الفراغ أم إلى الانتخابات؟ بين من يريد تطبيق الطائف ومن يريد الحفاظ على المحاصصة، كيف سيحفظ حق الطوائف؟ هل الطائفة الدرزية متضررة من المختلط أم النائب وليد جنبلاط؟ أي صيغة تبحث اليوم ومن يرعاها؟ ضيفي بحلقة اليوم من مدى الصوت دولة الرئيس إلي الفرزلي الذي عمد الأرثوذكسي فخسره، وماذا بعد؟ أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس. أهلا فيك يا سيد صباح. حبيت التشبيه أنه أنت عمدت الأرثوذكسي وخسرته. كيف خسرته؟ بعده موجود الأرثوذكسي؟ شو موجود غير الأرثوذكسي؟ أف، كلام خطير هيدا اليوم. شو موجود غير الأرثوذكسي؟ ليش خطير؟ خلص المختلط راح. لا، مش عم تحكي تقنيا. تقنيا أنا عم بحكي من أسباب الموجبة. نعم، هلا رح نحكي. دائما نقولوا على منبرك مرارا، نعم، الارثوذكسي هو اسباب موجبه وليس نصا تقنيا، مع التنويه بانه التعبير الحقيقي عن الواقع والذي يحفظ حقوق جميع الناس واللي بيرسم حدود للناس تجاه بعض البعض واللي بيامن ديمقراطيه ضمن الطوائف وبيمنع السيطره على الاقليات السياسيه ضمن كل طائفه بصورة واضحة، بيأكد وحدة البلد لأنه لبنان دائرة وحدة. نعم. بيدخل النسبية كثقافة حقيقية بالبلد. ما في غير القانون الأرثوذكسي. نعم. وإذا بدو يخلصوا الأزمة يرجعوا له بصورة واضحة بكلمتين. لذلك بالعكس تماما، نحن لا نزال في قلب هذا الأرثوذكسي كما سمي وكما شاء البعض أن يسميه. نعم. لأنه قانونا لبنانيا بامتياز. نعم. كمان رح يكون معنا بالحلقة لماذا القوات ترفض موت المختلط مع رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جابور، وأين دور الرئيس بري هالمرة؟ دولة الرئيس، الرئيس عون، رح بلش من الآخر، من آخر التطورات. محل ما بدك. الرئيس عون اليوم عم بيقول أنه نحن رايحين على الفراغ إذا ما صارت الانتخابات، يعني ما في تأجيل وما في انتخابات على أساس الستين. خلينا نشرح تشريع علمي كلام الرئيس عون. نعم. الرئيس عون شو أبيقول؟ أبيقول نحن بدنا قانون انتخاب نيابي جديد. ليه؟ مش لأنه طرف فكري أو طرف سياسي عند الرئيس عون أو مصلحته الشخصية بقانون انتخاب نيابي جديد. نعم. العكس هو الصحيح، مصلحته الشخصية هي بقانون الستين. أكبر دليل على ذلك أنه الاتفاقات اللي صارت هي تؤدي نظام الأكثر يؤدي إلى إلغاء الخصوم. نعم. وبالتالي موجود الأكثريات في البيئة المسيحية، وبالتالي ما في نقاش معه بهالموضوعين. هو ما بيفكر هذا التفكير، هو بيفكر كيفية وضع البلاد على سكة بناء وطن. بناء وطن يحتاج إعادة تشكيل سلطة حقيقي. إعادة تشكيل السلطة يتطلب قانون انتخاب. لا، لأنه قانون المعمول والغير معمول فيه، المعمول والغير معمول فيه. نعم. على مدى عقود هو قانون الستين منذ عام 1990 حتى اليوم، وهو الذي كان قام اتفاق الطائف على أنقاضه. يعني اتفاق الطائف بس انعمل، ختم اتفاق الطائف على أن يصار وضع قانون انتخاب نيابي جديد. نعم. وبالتالي هذا الواقع أصبح لا يطاق في لبنان استمرار الوضع على ما كان عليه، لأنه هذا واقع عطل المؤسسات، يمنع إنتاج سلطة حقيقية، يسقط منطق المساءلة والمحاسبة. نعم. لا ينتج معارضة ومولاة، يجعل النظام كله نظام مثل ما شايفي ذهب سلب دون حسيب أو رقيب. نعم. لأنه ما في معارضة بالبلد. مجلس نواب مثل ما كنت دائما قلي عبارة عن أربع مكونات مذهبية وطائفية، كل واحدة إلى حدودها وإعلامها وإعلامها وكيانيتها، بتروح على مجلس الوزراء بأمها وأبيها، بتصفي مجلس الوزراء
هو مجلس النواب ومجلس النواب ومجلس الوزراء وما في محاسب. نعم دولة الرئيس، بس اليوم البعض عم بيقولوا وهن تحديدا النائب وليد جنبلاط واللقاء ديمقراطي انه اليوم المختلط كما طرح هو بيضرب اتفاق الطائفة. مش في مش مشكلة المختلط. نعم المشكلة مشكلة شو؟ لا لا، هذا البحث التقني، هذا بحث غايته لفت الأنظار، إلغاء الشعور أو المنطق اللي بيقول مات الستين ولا تعودوا إليه. طيب وبالتالي الخطة كلها شو كانت؟ كانت إدخال البلاد بنقاش حول قانون انتخاب، ما قدرنا عملناه، قدامنا قانون الستين، ضغط تحت عنوان يجب إجراء انتخابات نيابية، الاستحقاق معش داهمنا، وبالتالي خلينا نروح لنعمله على أساس الستين. نعم هذا الموضوع الرئيس عون يرفض رفضا قاطعا لسببين. أول سبب، هذه النخبة السياسية التي تتفنن من أجل البقاء بالستين صار كذا سنة بتقول بدي أعمل أنه الانتخاب وما بتعمله. نعم صح مددت لنفسها مرارا وما عملت قانون الانتخاب، وبالتالي التفنن من أجل تعطيل الوقت دون إنتاج قانون ووضع الناس أمام الأمر الواقع لإجراء انتخابات استنادا لقانون الستين ليشهدوا نتائج انتخاب ميشيل عون رئيسا للجمهورية، أمر مش وارد الأمل فيه، خصوصا وقف رئيس البلاد بخطاب القسم الدستوري وقال بالفم الملآن أول خطوة وضع قانون انتخاب نيابي جديد، ثاني خطوة إجراء انتخابات نيابية. طيب أنت وقت تجي كطبقة سياسية بتتفنني بالجلجلة لما تعملي قانون، ترجعي بتقولي داهمتنا المدة بدنا نعمل قانون الستين نطبقه، أنت لا يجوز لك أن تتذرعي بخطأ لا بل بجريمة ارتكبتيها وهي التفنن في تأجيل إقرار قانون انتخاب نيابي. هلأ قانون انتخاب نيابي يصير على أسس عادلي، ما في أسهل منها بخمس دقائق وقت تكون النوايا منصرفة إلى إنتاج قانون حقيقي، وقال لهم شرفوا على النسبية بصورة واضحة تتطبق على الكل، اجوا يفوتوا بمعايير مختلفة. أول من أقر المختلط مين؟ الاتفاق الذي جرى بين الدكتور جعجع وطيار المستقبل ووليد بن جنبلاط، مش هيك المختلط 68 ب60 هذا اللي كان قبل. نعم اللي كان موجود. نعم. واللي طلع منه حتى وليد بيك من هذا المختلط، هذا المختلط كان مختلط مسخ لأنه عامل قضايا خطيرة، شايل ضاحية جنوبية حطتها بكسروان ومش بعيد هذا الاتفاق. طيب إذا كان هيك الموضوع الرئيس عم شو قبل؟ هلا النائب جنبلاط بيقبل بالمختلط اللي كان قبل أقر وقت كان عم يطرح الأرثوذكسي. الرئيس عم شو بيقول؟ بيقول لا لا، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى انتخابات وأغطي وأعطي شرعية لانتخابات نيابية على قاعدة الستين. لأنه هذا قانون مخالف للدستور. أنا قسمت اليمين للحفاظ على الدستور. لا يمكن أن أذهب باتجاه قانون شرفي قوى سياسية تحاور بين بعضك، قري قانون محترم وبعتي لي لحتى أخذك إياه لحتى وقع على مرسوم دعوة لائقات النيابية للانتخاب. هذه القوى السياسية ما بدها، هيدي بدها تفكير قائم بعده على ثقافة عام 1990. انه المسيحيين تفليسي يجب ان نوزع ذمم النيابية والوزارية والإدارية على مختلف المكونات. شرف وزعوا. انا عندي 20 دقيقة بدي خليهم 20 دقيقة. يا اخي اول 20 دقيقة مش إلك، انت اخذ ومدد ايدك على طوائف اخرى. مصبوط. بصورة غير شرعية غير قانونية غير دستورية وبالقوة. وهذا أمر لا يجوز أن يستمر. هلأ هون بتقولي لي فراغ، كلمة فراغ التي استعملها الرئيس وهو محق في ذلك وأنا كمواطن معه للعظم، أكرر للعظم. وكل من لا يقول هذا الكلام بيكون أبي يتفنن كي يذهب باتجاه الستين. بس بعض الأفريقاء وصفوا هذه الكلمة بأنه هي قضاء على النظام اللبناني. لا لا بالعكس، الرئيس بري فسرها وعطاها التفسير السليم. أولا قال إنه كلام يحمل في طياته حث الأفرقاء للذهاب باتجاه إقرار قانون. نعم. أنت وقت تشوف الفراغ حتمي
هذا يعني انك ما بدك تقر قانون وما بدك تحط نفسك قدام خيار بين فراغ واقرار قانون. بدك تخلي حالك بين اقرار قانون وقانون الستين. ما بتقر قانون بتروح على الستين. نعم. هذا امر لا يعقل ولا باي صوره من الصور ان يقبل به الرئيس ميشيل عون تحت اي عنوان، لانه هاي مؤامره على عهده، استهداف لدوره، تحويله الى رئيس جمهوريه عادي، وبالتالي ابقاء موازين القوى المجلسيه كما كانت منذ عام 2005 لبل منذ عام 1992 حتى يومنا هذا، استتباعا لمكون اساسي اسمه المكون المسيحي، وهذا امر لن يتم على قاعده العداله في لبنان. اليوم دوله الرئيس وقت العماد عون بيقول الأزمة القائمة نتيجة عرقلة إنجاز قانون انتخابي جديد تكمن في أنه كل واحد بده يسحق الأقلية الموجودة بطائفته. طبعا الديمقراطية ضد كل طائف. هذا الموضوع كمان ما بينطبق على الطائف المسيحي، على الطوائف المسيحية طبعاً. يعني اليوم عم يتهموا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أنه بدهم يسحقوا الأفرقاء الآخرين الأقليات اللي هن المرضى والكتائب. التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية هيدي بيسحقوا أخصامهم بقانون الستين. وقت يجي يقولوا طبقوا النسبية أو يعطوا مجال لأخصامهم بالقدر الذي يمثلون أن يتمثلوا، العكس صحيح تماما وكمالا. بقانون الستين تيار الوطن الحر والقوات اللبنانية حيث يستطيعون سيسحقون أخصامهم، مش هيك؟ بالنسبية كيف بده يسحقوا أخصامهم؟ كمية بتطلع الأخصام ورح يخطوها، وبالتالي هذا التصرف السليم، هذا الموقف السليم. اليوم المختلط صار في خبر إن كان مثل ما بيقولوا بطل موجود. خليني كمان هلا بنوصل على المختلط بالحديث. ليك حبيب، أنا وقت انطرح الأرثوذكسي طبعا كان في وجهات نظر متعددة علي، وهلا كلهم بيقولوا صلى الله ويا ريت وندم اللي ندم بهالمجال. معقول نرجع للأرثوذكسي؟ صار في العالم، روح اعمل إحصاء بين الناس، روح اعمل. انا ما عم بحكي الناس، الناس بدهم ارثوذكسي، ولكن الـ يعني معناته السياسيين واصحاب القرار اجوا وسعوا نفايات على اساس ماذا؟ على كل حال شو بدنا؟ شو قلت انا وقتها وكررت مرارا وتكرارا؟ نعم. اعطيني قانون يا جمل يا بوبه، شو من كان القانون، المهم موت الستين، رمز الاستتباع، رمز الاستلحاق، موت الستين و إدخال النسبية كثقافة على مجتمعنا. نعم. هذا البدية كمواطن، مش أن بطلب الماكسيموم، أن بطلب تعاو شرفه موتوني الستين. الستين يجب أن يصبح في قبر كان، وقد أعلن بالأمس الرئيس نبيل بري رئيس السلطة التشريعية أن الستين أيضا قد مات، وهذه خطوة متقدمة وهذا أمر جيد. نعم. صار معنا ايضا رئيس جهاز الاعلام والتواصل بالقوات اللبنانيه الاستشار جبور، اشتقنا له لنشوف. صباح الخير استشار. صباح الخير لك ولدولة الرئيس، احنا دولة الرئيس بنحبه كثير. نعم. امال بنحبه لدولة الرئيس. طول عمرك طول عمرك استشار. هو عم يسمعك، ما بعرف هو شو بده يجاوب على هالمحبه. لا ابدا، الله يخليك. لا ولو في محبه متبادله لي، لكن له مني اكثر بكثير مما لي منه. نحن دايما نستمع على طول بشغف لدولة الرئيس وناخد منه باستمرار. طول عمرك. استشار جبور، البعض يقول انه اليوم المختلط مات ولكن القوات عايشين بحالة نكران لهالموضوع لانه هن متمسكين فيه. اليوم كيف تطلعوا لمختلط كقوات لبنانية؟ لا اطلاقا. هل هو مازال عايش او انه عم يلفظ انفاسه كما بيصفوه الكتائب اللبنانية؟ نحن بهذا الموضوع عم نقول شغلتين أساسيتين. الشغلة الأولى أنه أي قانون انتخاب يجب أن يراعي صحة التمثيل السياسية، والأمر الآخر أن يأخذ في الاعتبار هواجس كل الأطراف السياسية. وبالتالي انطلاقا من هالمبدئين أو من هالمعيارين، نحن نرى بأن المختلط الذي يزاوج بين الأكثر والنسبة هو أفضل صيغة تحقق الأمرين أو تحقق المعيارين، لأن النسبية الكاملة باتت مرفوضة والأكثر الكامل هو مرفوض بطبيعة الحال. نحن
كقوات لبنانية بالتحالف مع التيار الوطني الحر، لا مشكلة لدينا، نرددها للمرة المليون، لا مشكلة لدينا بأي قانون انتخاب أكان على مستوى النسبي أو كان على مستوى الأكثري، انطلاقا من تحقيق معيار التمثيل الأفضل. نحن نريد بالقانون وليس بالتحالف تحقيق أفضل قانون يعيد الاعتبار لاتفاق الطائف. ولذلك نحن إذا تمسكنا بالمختلط، وإذا نتمسك بالمختلط انطلاقا من أنه هذا القانون يحقق هذين المعيارين، من الآن وصاعدا نعتبر بشكل واضح ونؤكد بأننا مع رئيس الجمهورية نقول بأننا لا نخضع لابتزاز المهل أولا، لا نخضع لأي ابتزاز يتصل بأنه بمسائل دستورية وغير دستورية. الدستور منتهك ببعده التمثيلي وبشقه التمثيلي منذ العام 90 إلى اليوم، ولقد حان الوقت من خلال الموقع الدستوري الأول في البلاد لتصحيح هذا الواقع. وعندما كنا نقول بأن رئيس الجمهورية القوي يستطيع تغيير معادلات وإعادة الاعتبار لاتفاق الطائف، نحن نقول اليوم بأن هذا الكلام كان في محله. لأن عندما يكون هنالك رئيس يستند إلى حيثية شعبية، يستند إلى تكتل نيابي، يستند إلى تحالفات سياسية قوية، يستطيع إعادة الاعتبار لهذا الدستور الذي تم انتهاكه منذ العام 90 إلى اليوم. نعم استشار جابور، أنتم اليوم مع ما قاله الرئيس الجمهوري العماد ميشيل عون أنه اليوم أو بيكون في قانون جديد للانتخابات أو أنه رايحين على الفراغ؟ نحن نقول بشكل واضح، نحن مسألة دورية الانتخابات التي يزايد فيها بها البعض على قاعدة أن الديمقراطية واحترام المهل، النظام السوري يجري انتخابات دورية، وأجرى آخر انتخابات في ظل الحرب الأهلية التي تجري في سوريا، وبالتالي دورية الانتخابات مسألة تفصيلية، الأساس هو قانون انتخابات، خصوصا أننا نتكلم عن صيغة لبنانية فريدة، نتكلم عن صيغة عنوانها الشراكة والتمثيل الفعلي، وبالتالي نحن علينا أن نعود إلى الشق الميثاقي في لبنان، ومن هذا انطلاقا من هذا الشق قانون انتخاب أولا. ليس المهم إجراء انتخابات صورية وشكلية تؤدي إلى ضرب اتفاق الطائف وتؤدي إلى حرف اتفاق الطائف. نحن مع رئيس الجمهورية قانون انتخاب أولا، لأن قانون انتخاب يعيد الاعتبار للميثاق والاتفاق. استشار، شو الصيغة للقوات اللبنانية بيفكروا فيها أو عم بحضروا لها مع الأفرقاء بدل المختلط يلي المختلط اللي كان مطروح، يعني بالصيغة اللي كان مطروح فيها؟ نحن بصراحة ما ننكب في هذه اللحظة على 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 إعادة دراسة صيغة مختلطة جديدة. لأنه بالنسبة إلينا من الواضح أن لا يوجد أي قوة سياسية تريد الذهاب إلى قانون انتخابات على حساب قوة سياسية أخرى، ونحن على غرار مراعاتنا للهواجس الموحدين دروز نطالب أيضا الموحدين دروز أن مراعاة هواجسنا، وبالتالي علينا الوصول إلى مساحة مشتركة من خلال إقرار قانون جديد، وعلى كل القوى السياسية وقف التلاعب واللعب على حافة الهاوية وتخويفنا وترهيبنا. نحن سنذهب إلى قانون انتخاب جديد وإتمام الانتخابات النيابية على غرار إتمامنا الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة، وبالتالي 2017 سيشهد إقرار قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية. شكرا أستاذ شارل جابور. شكرا لك وشكرا لدولة الرئيس. رئيس جهاز الإعلام والتواصل. نعم شكرا لك. مستمعينا بدنا نروح إلى فاصل إعلاني أول، بعد الفاصل بنتابع مع دولة الرئيس إلي الفرزلي انطلاقا من كلام أستاذ شارل جابور وما يجري العمل عليه اليوم دولة الرئيس. مستمعينا فاصل ومنتابع حلقة مدى الصوت من صوت المدى. مدى الصوت من صوت المدى. مستمعينا منتابع حلقة مدى الصوت دولة الرئيس إلي الفرزلي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل بالقوات شارل جابور قال إنه اليوم في العمل على صيغة، يجري العمل على صيغة مختلطة بتقسيمات جديدة. إن شاء الله. أنا لا أناقش ولا أريد أن أناقش أي قانون من شأنه أن يحول دون الوصول إلى إجراء انتخابات نيابية. أنت بتتذكري كنت معي، كان الأستاذ عبدو سعد معي كون منذ أسابيع أشهر منذ أسابيع قليلة كنت مع رندلة، كنت مع زميلتي رندلة جبور. وأنا كنت النقاش دائر، وقلت لهم أنا ما بسمي مختلط أو غير مختلط. أي قانون يتفق عليه الأطراف أوتوماتيكيا يقتل الستين ويدخل النسبية كثقافة،
هذا موضوع أساسي قد لا يحقق الأمل المنشود لا بالإصلاح ولا بالتطوير ولا بالعصرنة، إلا أنه يضع البلد على سكة إمكانية التطوير عبر تغيير قوانين الانتخاب بما يتلائم مع خدمة البلد وثقافة تطوير البلد. أما بقاء الستين هو مؤامرة كبرى تستهدف ليس الوطن بل تستهدف العهد مباشرة من أساساته في هذه المرحلة. نعم. وقت اللي بيقال ونحن تتذكري يعني وقت أثناء البحث بالأسباب الموجبة للقانون الأرثوذكس، نعم، الخصوصية طائفة موحدين أو أي خصوصية أخرى لأي طائفة من الطوائف، أنا كنت دائما استشهد وقول وقف وليد بيك زنبلاط أمام قصر العبدة وقال أنا عندي خصوصيتي أرجو عن عدم الاعتداء عليها، لا أريد أن أذوب في المساحات الكبرى، قدمنا له الأرثوذكسي. نعم. هاي بتأمن لك خصوصيتك 100% وبتمثلك 100% وإذا كمان مرفوضة. إذن المسألة شو بده اليوم النائب وليد جبلاط مش على تقديرك؟ مش بس النائب وليد جبلاط، أنا ما بعرف إذا النائب وليد جبلاط أبي يعمل معركته ومعركة غيره بالسر. نعم. لا أدري أنا. ما بديش حبله له، أنا بعرف هو بس أنا اللي بقوله التالي بدهم يفهموا الجميع إنه عهد اعتبار المسيحيين تفليسي بلبنان قد ولى، أصبح وراءنا، هذا موضوع لن يتم التعامل مع المسيحيين فيه إلا على قاعدة احترام الناس حقوق لبعض البعض والخصوصيات لبعض البعض، لم يعد من الوارد إطلاقا القبول بمسألة أن نعين نواب المسيحيين. هاي مذكرة الكركي الوطنية رجعينا شو فيها بالخط الأسود بالمذكرة. قانون انتخاب نيادي جديد يرعى المناصفة الفعلية وفقا لما نصت عليه المادة 24 بحيث أن لا تقدم الأكثريات على فرض نواب الأقليات، نقطع السطر، هذا موقفنا يا حبيبي. لا فيك تخدمنا لا بالإقناع ولا بالترهيب ولا بالترغيب، لا بدنا نأكل لحم حدا ولا نريد حدا يأكل لحمنا، بدنا نعيش إخوة وسعداء، وبشكل خاص وليد بيك جنبلاط ما حدا إلا ما معترف بزعامته السياسية، وما حدا ما معترف إلا بشرعيته التاريخية، وما حدا إلا ما معترف أنه هو قلب الجبل وأنه هو طائفة مؤسسي وتأسيسية وأنه قد ما بدك قولي وهي الحقيقة. أما أنه القصة تصفي تحت هذا العنوان مدخل للآخرين أنه يستسهلوا وردة هذه الطوائف لوجود المسيحي، لا، بلا هذا الوجود بربطه أفضل، أكرر بلا هذا الوجود برمته أفضل. نعم. لذلك مسألة قانون الانتخاب غير قابل للجدل والمساواة، وهذا ما حاول العماد ميشيل عون. نعم. أن يطل به بالأمس في حديثه الذي كان واضح. وهون أنا بدي أغتنم المناسبة. نعم. اتوجه للسفارات الأجنبية. نعم. خصوصا للسفراء. وأرجو أن ينوجد حدا يترجم لهم ويبلغهم حرفية الكلام المديلوني، لهم منا كل الاحترام والتقدير، لهم على المستوى الشخصي ولبلدان على المستوى العلاقات الدولية. نعم. إنما يشيلوا من راسهم فكرة الالكشنز ناو، هاي كبوها وراء، هاي إنه اسمع سفراء بعد ما وقف رئيس الجمهورية وجمع السلك الدبلوماسي ببداية السنة وحكي كلام واضح وهو الذي يمثل لبنان وعليهم أن يتابعوا ما يقول رئيس الجمهورية. نعم. بعد ما وقف وقال لهم يا أخوان نحن قانون جديد وإجراء انتخابات نيابية فليلتزموا بهذه الترتبية. البكاء أنه القول أنه الانتخابات هي إحنا مظاهر الديمقراطية، نحن بدنا إياها كيف ما كان بموعدها، نحن بنعرف خلفياتها، هيدا التسويق لبقاء المجلس النيابي على الشيك اللي هو فيه كمان ولا يا سعادة السفراء طلعوا منا. نعم. هيدي القصة، احترموا سيادة لبنان، احترموا كرامة لبنان، اوعى تخمنوا فيكم تهددونا ايضا لا بالتمويل ولا بغير التمويل. نعم. لذلك بدكم تحترموا سيادة البلد، هيدا الكلام المهم اجراء مثل ما قال استشار جبور. نعم. طيب اي نظام غير ديمقراطي بالمفهوم تبعنا الديمقراطي بيعمل انتخابات بموعدها، ليش ما بيعترفوش بديمقراطيتها؟ بدنا نسأل هؤلاء السفراء. ليش بس مدد المجلس النيابي سكتوا؟
ما سمعنا إدانات منهم لعدم إجراء الانتخابات النيابية بموعدها. طب هذا الموضوع اليوم وإسادة الموضوع من قبل السفارات الأجنبية. نعم. وجه للكلام مباشرة اللي هي معنية حاولت تسويق باجتماعاتها الخاصة فكرة قضية الانتخابات كيف من كان. نعم. أبلغها الكلام إلها شخصيا، وبعض الكلام الصادر عن بعض السفراء الآخرين. المهم إجراء الانتخابات. لا يا حبيبتي، بالنسبة لنا نعم إجراء الانتخابات هدف، ولكن المهم على أي أسس ستجري الانتخابات. نعم. قصة الإلكشنز ناو ولت إلى غير رجعة. دولة الرئيس، بس هلأ المستمعين إلون عليك أنه توضح شو يعني قصة الإلكشنز ناو ولت إلى غير رجعة. نتذكر سنة 2005 بعد اغتيال الرئيس. نعم. الشهيد رفيق الحريري. طيب ما في بلد بالعالم دم شخصية بهالمستوى لهز دخل على كل بيت بيعمل انتخابات والدم بالأرض؟ هذه ما بتصير، لأنه التأثر الذي سيتأثر في المواطن سيأخذ بعين الاعتبار، ما بيعود يأخذ بعين الاعتبار سوى هذا المعيار، المعيار العاطفي. إجوا هني حاولوا يستثمروا هذا الدم بسياق إجراء انتخابات على كعبة. من ثم فكرة إجراء الانتخابات كيف من كان، تتذكري وقت قصة رئاسة الجمهورية؟ المهم إجراء الانتخابات مش فرقة معنا مين. أنت مش فرقة معك مين يا حبيبتي أو يا حبيبي. أنا كمواطن لبناني هذا بلدي وضمن حدودي وسيادتي، أنا فرقة معي مين؟ هاي مش شغلي شغلتي. أنت بدك تتعاطي مع البلد على قاعدة أنه بلد سيد عزيز حر مستقل، لذلك ارفعوا أيديكم عن لبنان في التعاطي في 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 قضايا. حلوا مشكلة الإرهاب عندكم، حلوا مشكلة الديمقراطية عندكم، في روحي شوف الحوار الدائر بأوروبا وبأمريكا حول هذه المسألة. نعم. لذلك نحن تعبي معروف مش بس لمولغريني، لكل السفراء نحن لهم منا كل الاحترام، أعلى درجة الاحترام، والحرص منا على صناعة وصياغة العلاقات بشكل مستمر معهم بما يتلائم مع نظام قيم مشترك بيننا وبينهم، خصوصا المجموعة الأوروبية. نعم. ولكن يجب أن يعلموا أيضا أنه لازم يحترموا دستورنا ويحترموا قوانيننا. لاحترموا الدستور ولاحترموا القوانين في مراحل سابقة وقت المفاوضات بعهد الرئيس إيميل لحود فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية بإجراء التفاوض، داروا ظهرهم. طيب كان في مؤامرة وكان في قصة وكان حال وقضية بتتعلق بمحكمة دولية نحن متعاطفين معها، أما اليوم أنت عم تحكي بإجراء انتخابات نيابية، الشعب اللبناني بنسبة 88% عم يطالب بوضع قانون انتخاب نيابي جديد، الدستور عم يطالب بوضع قانون انتخاب نيابي جديد، اتفاق الطائف كله قام على انقاذ قانون انتخاب نيابي جديد. ما تيجي تقولي لي انت تعمل انتخابات كيف ما كان وفقا لبعطة يلغى فيه المكون المسيحي الغاء كامل، وبالتالي بتحافظي على اكثريه لتجرد النتائج انتخاب بشير عون لرئيس الجمهوريه الذي ينطق باسم البلاد، هو رئيس البلاد، رئيس كل المؤسسات، جمعكم بي بالأصل الجمهوري بوجود السلك الدبلوماسي وقالكم الكلام الذي على قاعدته التوجه. رئيس مجلس النواب خطب حكي بقانون انتخاب نيابي جديد، رئيس الجمهورية بقسم الدستور خطب، حتى رئيس الوزراء بالأمس قال أنا بعتبر حكومتي فشلت إذا لم تأتي بقانون انتخاب نيابي جديد. نعم أنا أردد معه أنه إذا لم يكن هناك قانون انتخاب نيابي جديد ما بيقول في مبرر لهذه الحكومة أن تبقى. نعم دولة الرئيس وقت اللي رئيس الجمهورية بيقول أنه أو قانون انتخاب جديد أو منروح إلى استفتاء، شو مقصود بكلام فخامة الرئيس؟ شو مقصود؟ أنه هذه الطبقة السياسية ما بدها تقيد تكوين السلطة. نعم. ما بدها مؤسسات بتشتغل ضد منطق الدستور، بتشتغل ضد ثقافة الدستور، شفناها كيف اشتغلت بالتمديد. نعم. الذي يقول اليوم تعوا طبقوا الطائف، وين كنت بتطبيق الطائف سنة 92؟ وين كنت سنة 92؟ نعم. وين كنت سنة 96؟ نعم. وين كنت سنة 2000؟ وين كنت سنة 2005؟ وين كنت سنة 2009 بتطبيق الطائف الذي نقض الطائف وحوله إلى نتف يحاول اليوم أن يتحدث بتطبيق الطائف؟ هذا كلام غير. لا يحافظ على شو؟ لا يحافظ على أكثريات قائمة على أنقاض مكون أساسي وتأسيسي في البلد. هذا أمر لن يستمر. فالرئيس الجمهوري وقت أبي قلن
انتم ما بدكم تعملوا قانون انتخاب يعني بدكم فراغ، لانه ما في فرق بين اجراء الانتخابات على اساس الستين وبين الفراغ، ما في فرق ابدا. القصة اكبر دليل على ذلك كان في مجلس النواب مش هيك؟ على اساس الستين، شو كنت انت تعاني من شو؟ ما كنتيش تعاني من الفراغ؟ الفراغ بالمعنى أصلاً شلل، الفراغ شلل وعدم قدرة هذا المجلس نعم. على احداث الانتاجية المطلوبة لحل مشاكل الناس نعم. طيب يا حبيبتي شو بيعمل رئيس جمهورية؟ رئيس جمهورية المؤتمن على الذي قسم اليمين للحفاظ على الدستور، الذي قسم اليمين للحفاظ على حسن تطبيق القوانين، رئيس الجمهورية الذي جزء من وظيفته الأساسية الحفاظ على الميثاق الوطني وعلى تنفيذ التعهدات الوطنية، ومن جملتها وجود قانون انتخاب نيابي جديد، بده يلجأ للعالم. لمين بيرجأ؟ الشعب والمرجعية نعم. عندما يعلن هذا المجلس النيابي أنه غير موجود وسيصبح غير موجود. وامبارح الرئيس بري، وأنا يعني كنت سعيد بتصريحه للرئيس بري نعم، لأنه الرئيس بري بيحاول يجعل من كلام فخامة رئيس البلاد أبي سيلو بمعنى أبي أقول للناس ما توقعوا بالمحظور، اذهبوا لإنتاج قانون انتخاب نيابي جديد نعم. امبارح وهذا كلام دقيق عم بيطلع من دولة الرئيس بري، مش عم بيطلع من شخص يعني له رغبات خاصة بعلاقة مع العماد بشير عون نعم. عم بيطلع من رئيس السلطة الاشتراعية بالبلد نعم. بس اليوم دولة الرئيس، نحن تقريبا بأربع الشهر ب21 شباط هو اقتراب المهلة المحددة لدعوة الهيئات الناخبة. لن يوقع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة. اسمعي، فخامة الرئيس عندما أعطي أول معالي وزير الداخلية مع محبتي واحترامي له، ليس هو الذي يدعو الهيئات الانتخابية. الذي يدعو الهيئات الانتخابية هو مرسوم الذي يصدر لتوقيع هيئات يترجم وزير الداخلية. المرسوم هو رئيس جمهورية، رئيس وزارة، وزير داخلية، وزير مالية، باعتبار أنه إجراء الانتخاب يترتب أعباء مالية على الدولة، فوزير بعتقد هذا على ما أذكر، وزير المالية يترتب عليه أيضا التوقيع نعم. التوقيع تبع فخامة رئيس البلاد مش توقيع أوتوماتيكي، هاي أنه وصلت ورقة، رئيس ألم وصلت ورقة لعنده مضاها. إذا لم تتوفر بهذه الدعوة كل ظروف وشروط الدستنة والقولنة، هو بيكون بيرتكب جرم عندما يوقع فيدعو الهيئات الانتخابية استنادا لقانون، استنادا لقانون غير دستوري نعم. دولة الرئيس أنا بعرف أنه حضرتك من الأشخاص اللي عم يشتغلوا، مش بس اللي عندهم اطلاع تام بقوانين الانتخابات وبالتركيبة اللبنانية، وأيضا من الأشخاص اللي عم يشتغلوا على إنتاج الصيغ أو على الأقل تستشار كرأي. اليوم يقال ويهمس في الأوساط السياسية اللي هي معارضة لرئيس الجمهورية همسا وليس علنا نعم. انه منروح معه بقانون انتخاب جديد بس يشكل حكومة جديدة اذا بيقدر. كيف يعني؟ يعني اليوم اذا رح يفرض عليهم قانون انتخابي مش مثل ما هن بدون، رح يعرق له تشكيل الحكومة. بلا خبرك شغلي نعم، ما بيقود في قصة تشكيل حكومة وفقا للمنطق الكنسائد، هيدي الشغلة هني اللي بيهربوا منها نعم. لك شو عم يصير اليوم؟ ما أمل اليوم عندك المجلس كتل دكمة مسكرة، كتلة شيعية لها حدود، أعلامة مليتها، مؤسسات ثقافتها طقوسة، كتلة سنية هيك، وكتلة درزية هيك، وكانت الكتلة المسيحية كمان مشرذمة، وبيلعبوا على شرذمتها وبيستقروا على تناقضاتها، إن وجد فيها كم كبير من حالة التوافق اللي علمنا منه. توصلي على مجلس انه بدك تألفي حكومة، الحكومة يجب ان تتمثل فيها كل الطوائف نعم، يجب هيدي وفقا لنص المادة 95. توصل بتكلفي تجيبي وزير شيعي، ما في وزير شيعي اذا ما كانش كنت الشيعية موافقة، بتبطل تقدر تألفي حكومة لانه طبعا. معالم الوحدة الوطنية مش متوفرة نعم. هذا شو؟ بسبب قانون الستين نعم. اما وقت يطلع قانون جديد تجري انتخابات نيابية جديدة،
وهيدا هن اللي ما بدهم اياه، ما بدهم ممثلين شرقيين ضمن كل طائفه لحتى ما تقدر الحكومه والموالاه نعم تالف حكومه فيها من كل الطوائف ويصير في معارضه. نعم. ما هو غايه مسؤوليه العماد ميشيل عون رئيس الجمهوريه ان يؤسس برلمان في موالاه وفي معارضه. نعم. اذا ما كان في معارضه يجب ان تخلق المعارضه، والا كيف المحاسبه بدها تتم؟ قال له فيك الخصام وانت الخصم والحكم، كيف بدك تعملي؟ ما مجلس النواب هو شغلته يراقب، وقت يكون مجلس النواب موجود كله من الحكومه كيف بده يراقب؟ ما بدك انت حدا يراقبك، اللي بده يراقبك هو المعارضه. نعم. وبالتالي هذا هو الدور، بصفي الناس اللي بده يفوت. لذلك بتلاحظي نعم انه زعماء الطوائف ما بدهم النسبيه ضمن طوائفهم، وعاد هيك وقفوا ضد الارثوذكسي، ما وقفوا بس ضد الارثوذكسي لانه بدهم يشمطوا من المسيحيين، كل واحد بده ياخذ له 7-8 نواب، في منهم ياخذين 20 نايب يعني. نعم. دقنا ايه شو هالتفليسي بدنا ناخذ منها لشو هاو يعني. نعم. لا عندهم جامعات ولا عندهم اساتذه ولا عندهم مثقفين ولا عندهم شعراء ولا عندهم ادباء ولا عندهم علماء ولا عندهم انتشار ولا عندهم عدد ولا عندهم تاريخ بالبلد، هذا الشعب المسيحي ببتين لشو هاو، بدنا نوزعهم ارث منوزعهم على بعضنا البعض، نكلهم راسهم بالبهورة وبالتهديد. نعم. لا لا في بهورة ولا في تهديد. نعم. أنا بأكد لهم هالشيء. نعم. ظروف البهورة والتهديد راحت وهم يعلمون ذلك. بدنا نشوف رأيه لدكتور قاسم هاشم، النائب قاسم هاشم. صباح الخير. صباح الخير. عم تسمعوا لدولة الرئيس اللي خرزلي؟ أهلا 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 صديقنا دولة الرئيس. شو رأيك شو رأيك باللي عم بيقوله دولة الرئيس؟ أول شيء قبل ما فوت أنا معك على نعم طبعا يعني مرت الأمور أنه نحن نبدأ مرحلة التغيير لا شك، هذا المطلوب، والمطلوب الخروج من هذه المراوحة اللي عم نعيشها من سنوات وسنوات، ومن المعيد طبعا انه نبقى عايشين بالماضي سواء بانه الانتخابات او حول نهج معين كان عم يتحكم بمصير ومسار البلد يعني طوال هالفترة. نعم اكيد، لانه نحن اساسا ننتمي لنهج وفكر سياسي تغييري منفتح، بالتاكيد نحن مع التغيير ومع طبعا ان تنطلق الامور بالاتجاهات الايجابيه مع الانتباه لخصوصيه اللبنانيه بهذه المرحله اللي ما لازم تستمر الى ابد الابدين، لانه هي بتبقى مكبلتنا وما منطور نظامنا اذا ما نزلنا بهذا العقلية. نعم دكتور هاشم، اليوم قيل انه الثنائي الشيعي وقت اللي طرح القانون اخر قانون مختلط كان عندهم اعتراض من الاساس على هذا القانون، ليش الاعتراض وشو البديل عند الثنائي الشيعي عن القانون المختلط او الصيغه اللي كانت مطروحه؟ شو البديل اليوم اللي عم تفكروا فيه؟ خلينا أنا بالمبدأ يعني طبعا أنا كنت مبتني للتحرير وبنتمي لحزب سياسي معروف مش هيك، أنا مش عم بسألك مش عم بسألك عن طيفتك أنت، أنت سني لا إيه؟ أنا مش عم بسألك عن طيفتك أنت، عم بسأل عن ثنائي الشيعي أمان وحزب الله. نعم هذا اللي بتقوله معرفتي تماما، أنه في الكتلتين كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء المقاومة معروف توجههم ومعروف شو الاقتراح القانون او مشروع القانون اللي ممكن انه يعتبروه هو تغييري واللي هو بيعتمد النسبيه المطلقه، هذا امر واضح ولبنان دائري وحده، وبرايي هذا امر مفروغ منه، هذا موضوع مبدئي بالنسبه للكتلتين للتوجه العام، ولكن طبعا الظروف اليوم يمكن ما بتسمع نتيجه التركيبه اللبنانيه ونتيجه المخاض اللي عم نمرق فيه بهذه المرحله اليوم. طبعا موضوع المختلط ما حدا قال مرفوض، لانه اليوم بظل الظرف اللي عم نعيشه بظل رفض النسبيه المطلقه واللي هي الخلاص الوحيد لهذا البلد، لا يمكن انه نخرج من هذا التقوقع ومن هذه البوتقه اللي عم نعيش فيها الا بالنسبيه المطلقه، وكل ما عدا ذلك ما هو الا تقطيع للوقت وما هو الا فعلا مرحلة انتقالية تكون
مرحلة تسبق التغيير المطلوب أساسا. نعم. لكن طبعا شو بدها تقوم هيدي المرحلة الانتقالية وفقا لرأيكم أو المباحثات اللي عم بتصير أو المشاورات اللي عم بتصير؟ لأنه اليوم عم نشوف في اعتراض نعم لا ابدا ما في اعتراض مطلق على المبدا، لانه معروف يعني نحن بكتله التنميه والتحرير اول ما انطرح موضوع قانون المختلط اللي معروف طبعا 64 64، ثم بعد فكره اللي طرحها دكتور رئيس نبيه ذري التاهيل على الدوائر الصغيره ثم والطائفي ثم الانتخاب الوطني على اساس وانا استاذ قاسم حبيبي نعم وأنا مع هذا الاقتراح اللي طرحه الرئيس نبيه بري علينا طبعا، وهذا يمكن أن يكون المخرج الوحيد وهذا هو التصرف السليم، يحافظ صحيح. على الخصوصيات، يمنع أن أكثرية أن تفرض نواب لا قيمة له في طوائفهم، يعمم النسبية في المحافظات، هذا أمر في غاية الضرورة. أنا مع هذا الاقتراح 100% اللي طرحه الرئيس بري. وهذا المخرج الوحيد، وكان في مرونة أكثر بالتعاطي أن تصبح كمان نسبة معينة للحصول عليها طبعا. نسبة طبعا. 10% اللي انطرحت طبعا. هي المنطقية للتأهيل. نعم. حط 10% ويا سيدي اللي بياخد اكثر من 50% بطايفته وما بيعود يجوز اسقاطه فليعتبر ناجح. دكتور هاشم دكتور هاشم دون الذهاب للنسبيه هذا كمان بس هذا صحيح. بس دكتور هاشم خليك معي لحظه نعم خليك معي شوي بدي اسال وتطمين مش نعم. بس يعني نعم. كلام صحيح التأهيل احنا بنعمل طبعا التاكيد على انه يكون بهذه المرحله اعتماد معيار الواحد في موضوع المختلط كمرحلة انتقالية بالأساس المطلوب اليوم. طبعا نحن لا شك أنه نحن مكبرين في هذه الصيغة اللبنانية بالتركيب اللبنانية، المطلوب التوافق، يبقى نعم. التوافق هو الأساس صحيح صحيح. تحت هذا الشعار يمكن التوافق على أي قانون، لأنه عندما نعتمد التوافق لأنه هذا وطننا هيك مركب وهي تركيبتنا، نحن بدنا نفتش عن مساحة للتوافق بين كل المكونات لا نستطيع الوصول إلى قانون انتخابي، وعدا ذلك ففعلا عبثا سنستمر في البحث الذي لا يصلنا إلى مكان وبدون شيء. نعم دكتور هاشم، اليوم القوات اللبنانية عم بيقولوا أنه هن منكبين على كتابة أو تحضير صيغة جديدة ليطرحوها، التيار الوطني الحر كمان عم يشتغلوا، الكتائب قدموا صيغة اليوم، الرئيس نبيه بري، هل هناك التكتل، هل هناك اي اقتراح او صيغه جديده عم تشتغلوا عليها، على شو بتقوم؟ قدم ما عنده بالموضوع المختلط، بالموضوع الاقتراح اللي عم نحكي فيه نعم. التاهيل بالاكثر ثم النسبيه، فطبعا وهذه الافكار لاقت استحسان من كل الفرقاء وقبولا بالنقاش، وكانت مدار نقاش واسع من كل الفرقاء السياسيين. اليوم طبعا أثناء النقاش اللي عم يصير بين كل الفرقاء في أفكار جديدة، نعمل طبعا أنه يتم السريع البحث فيها بالتفصيل قبل طبعا ما نوصل لمرحلة يعني نكون وصلنا لمرحلة مش ما نقول الخطر، ولكن طبعا نحن بغنى عن الدخول بإشكاليات جديدة وبفرضيات جديدة وبزيادة مساحة التوتر على المستوى السياسي. نحن طبعا المطلوب من كل الفرقاء أنه يتقدموا بأفكارهم ورؤاهم حول الصيغ المطروحة اليوم، على أمل أنه طبعا يتم التوافق على صيغة تلقى قبول من كل الفرقاء وبتاخذنا للمساحة المشتركة بين المكونات. نعم دكتور هاشم، التأهيل بالأكثر ثم النسبية بحثت مع النائب وليد جملاط المعترض الأكبر اليوم على أي صيغة عم تنطرح غير صيغة الستين، بحث هالموضوع معه أو ما زال في إطار البحث أو ما زال في إطار التداول؟ ما زال في إطار البحث، في تفاصيل طبعا ببعض الأمور ببعض القضايا قد يكون ما طرح في الأيام الأخيرة غير مقبول ببعض جوانبه، لأنه في أفكار جديدة حول المختلط طبعا عم يتم البحث فيها، حتى موضوع التأهيل هو يمكن الأكثر إمكانية للتفاهم على واللي ممكن يوفق،
بين كل الأفكار والآراء. نعم دكتور هاشم، اليوم العماد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قال أنه الفراغ ولا تمديد، يعني بده يروح للفراغ بالمجلس النيابي وما بيقبل بالتمديد، وقانون جديد للانتخابات أو استفتاء شعبي للصيغة اللي بريدها الناس. اليوم كيف تطلعوا لهذا الموضوع، وهل أنتم بتأيدوا ورح تدعموا رئيس الجمهورية في حال اضطر يوصل إلى هالخيارات؟ يعني نحن بالمبدأ من المبدأ كنا وما زلنا مع الوصول لاتفاق ولا تفاهم، وموضوع الفراغ منه مطلوب. اليوم نحن نأمل أنه يتم التوافق، نقول بعد الفرصة سانحة وبعد ما زال هنالك إمكانية للوصول إلى تفاهم على قانون انتخاب. ونعرف نحن موضوع المهل هذا موضوع المجلس النيابي اللي هو قادر طبعا على التحكم بموضوع المهل، موضوع معروف. حتى لو توصلنا إلى قانون انتخابات نحن نحتاج إلى مهلة، وهذا واضح. يعني برأيك رح يكون في مهلة تقنية، تأجيل تقني طبعا، حكما ما دام إذا كان المطلوب طبعا الوصول إلى قانون انتخاب، ما دام في انتخابات جديد ما نوصل له، في تمديد تقني مطلوب، مهلة تقنية حكما. الكل بيعرف والكل مسلم بهذا الأمر، وهي لا تتعدى الأشهر المعدودة، يعني 3-4 شهور لا أكثر ولا أقل. وهذا المطلوب أساسا طبعا، ولكن طبعا نأمل أن لا نصل لا إلى الفراغ، وليس في مصلحة لا المؤسسات ولا في مصلحة أحد، ونحن بغنى عن أي تباين أو إشكالية أيا تكن نوعها. وطبعا نأمل الوصول إلى انتخابات قانون جديد إن شاء الله، ونحن قادرون متى توفرت الإرادة الحقيقية الصلبة أن نصل إلى هذا القانون الجديد المطلوب. نعم، أنا بدي أشكرك جدا دكتور قاسم هاشم، النائب قاسم هاشم، وعلى أمل أنه الأسبوع المقبل يكون عم نناقش صيغة جديدة، صيغة مقبولة من جميع الأفرقاء اللبنانيين. مستمعينا بدنا نروح إلى فاصل إعلاني تاني، بعد الفاصل بدنا نتابع حلقة مدى الصوت مع دولة الرئيس إلي الفرزلي. مدى الصوت من صوت المدى، مدى الصوت من صوت المدى. مستمعينا بعدنا معكم من إذاعة صوت المدى، برنامج مدى صوت دولة الرئيس. اليوم أستاذ قاسم هاشم، وبنعرفه قديش مقرب جدا من الرئيس نبيه بري، عم بيقول أنه هن متمسكين بالقانون التأهيل بالأكثر ثم النسبية. اليوم التقنيين بيقولوا إذا هيدا القانون بده يتطبق بدك مدري كم تريننج للناس اللي بدها تشتغل وتدريب، ولحتى تخلي الناس يفهموا يستوعبوا شو عم يعملوا. حكي طبعا للناس أميين بلبنان، أقل واحد بيقع بيحلل لك شو بيصير بفيتنام وبأمريكا. نعم يسمحوا لنا فيها هذه، ما يدعوش العلم. النسبية المطروحة بلبنان أهوى النسبية بالعالم، بتصوتي للليحة وبتحطي إكس حد الاسم اللي بدك إياه، انتهى الموضوع. خلصت انتهى الموضوع، وين الصعوبة فيها؟ اسمحوا لنا فيها. كيف التأهيل بالأكثر ثم النسبية؟ يعني اللي بيربح بالأكثر بنرجع بنتكلم مرة ثانية أو بزيت الوقت؟ لا لا، أنت بقضائك في مجتمع متعدد طوائفيا، أنا مسيحي درزي شيء بدي أترشح، بترشح بتنتخبني طائفتي. النسب المئوية الأولى اللي بتتاخد بيروحوا على محافظة بيترشحوا على لوائح النسبية، يعني على مرحلة بيطلع اللي بيطلع ببطل في أكثريات أن تفرضوا على طائفته. أبيجي مؤهل طائفيا بشكل محترم وممثل حيثي بطائفته، وهذا الشيء ده رح يقبل فيه نائب جملات كمان، هذا بتوفره كل مصالحه. وأنا بدي أقول شغلي لوليد بيك، نحن جميعا نعترف بدوره بالتاريخي بهالبلد، يعني القصة مش قصة بس عدن. خليني هالنقطة هاي يكون واضح فيها. أنا بالنسبة إلي عندما أنظر للطائفة الدرزية الكريمة أو طائفة الموحدين ما بتطلع لك عدد، أنا بتطلع لك طائفة لها جذور تاريخية، لها معانية تاريخية في صناعة البلد، في تأسيس البلد، في تاريخ البلد، وهذا أمر واقع قائم. أنا اللي بقوله أنه وجود عدد من النواب المسيحيين ما في مانع يكون مع وليد بيك، بس بيكون بالتحالف، بيكون بصناعة التوافقات،
اللي بيطلعوا بالنسبية، اللي بيطلعوا على طيويفهم أول اثنين وثلاثة يترشحوا على لوائحه بالنسبية، اللي بيطلع فليكن. لذلك هذا الموضوع بدنا نطلع من ثقافة الاستتباع، مش بس عند وليد بايك، عند الكل، بمسألة استتباع المسيحيين وتعيين نوابهم. هذا موضوع ما بدنا نعيش بالبلد على الأساس، ما بدنا. يعني القصة خليها تكون واضحة، ما حدا يعتبر انه عنده حقوق على حدا، لا. يعني المطلوب احترام خصوصيات الكل لبعض البعض. المطلوب احترام دور الكل بعضه لبعض. انا بالنسبة لوليد بايك شنبلاط اذا كان بيمثل 3 نواب او بيمثل 14 نايب، هو وليد بايك شنبلاط يمثل جزء تاريخي مهم من هالبلد، بدي ياخذ دوره بعين الاعتبار باستمرار ان شئت او ابيت. لذلك المساله مش مساله الغاء المكون المسيحي الغاء كاملا كي اصبح حدا صاحب الدور الاول، لا، هيدي القصه ولت لم تعد موجوده. لوين رايحين اذا هيك؟ رايحين لانتاج قانون انتخاب نيابي جديد، لانه الطبقه السياسيه بتعرف عندما اعلن رئيس الجمهوريه هذا الموقف، عندما أعلم موقف أنه أنا لا يمكن إلا أن يكون هناك قانون انتخاب نيابي، تتفاهم عليه الطبقة السياسية وتتفاهم عليه القوى السياسية وبدي روح لانتخابات نيابية، بتعرف أنه هذا مش كلام تكتيكي، بتعرف أنه هذا موقف استراتيجي، بتعرف أنه عندما يقول لا لانتخابات على أساس الستين معناتها لا لانتخابات على أساس الستين. وهو بدي أرجع نوه وأقول وذكر أنه دولة الرئيس الحريري بالأمس عمل تصريح في غاية الأهمية، وأرجو أن يترجم هذا. وأتقال أنا بعتبر حكومتي فشلت إذا لم يتم إنتاج قانون انتخاب نيابي جديد، وإذا كلام محق. عيد هيك أنا طلبت القوى السياسية منذ شهر، يعني قبل هالنقاش والحديث عن الفراغ وما الفراغ، حتى ناشدت القوى كلها بما في حزب الله، قلت إذا لم ينتج قانون انتخاب نيابي جديد ما لكم مبرر وجود بالحكومة، لأنه البيان الوزاري اللي إجا على قاعدة إنتاج قانون انتخاب نيابي جديد. شو معنات تعطيكم مع الرأي العام اللبناني على قاعدة كأنه ما في شيء صار؟ لذلك المطلوب إنتاج قانون انتخاب، مش المطلوب الذهاب إلى الفراغ، ولكن أي محاولات جلا لمحاولة إنتاج إبقاء قانون الستين هو أصبح أمر أثر بعد عين. وأنا ما بعتبر ولا بعتقد انه اي شخصيه بالطبقه السياسيه بما فيهم وليد بايك بعد بيفكر بقانون الستين، لانه بيعرف انه راح. نعم دولة الرئيس، نحن اليوم من خلال كل هالمفاوضات اللي عم تجري، يعني اليوم الرئيس نبيه بري عم بيقول عنده طرح، القوات عم بيقولوا عندهم طرح، التيار الوطني الحر عم يشتغل على طرح جديد او عم يشتغل مع الافرقاء لينجو طرح موحد. التيار الوطني الحر طرحه مش معروف. نعم. عنده القانون الارثوذكسي، وهذا القانون الذي يؤمن للجميع مصالحهم، ولكن قانون التيار الوطني الحر بيجي بيقول انا ايجابي، انا بدي سهل مهمه انتاج قانون انتخاب نيابي، تعالوا يا قوى سياسيه لنقعد سوا وننتج قانون. ام تطلع هذه الصياغ نتيجه التنازلات الاطراف ببعض البعض التي لم تعد مقبوله حتى تاريخي لم تقبل، ولكن هذا هو الحوار، حوار التنازلات التسويه اللبنانيه. بس اعضاء اللقاء الديمقراطي بيقولوا انه يلي خليهم ايضا يكونوا عندهم هيك هالخوف والحذر انه الاجتماعات اللجنه الرباعيه كانت عم بتصير وبعدين عم بيصير التشاور معهم، ما كانوا موجودين من الاول على طبخه الصيغه الانتخابيه. لفت لي نظري هذا الموضوع، انه حقيقه ما عندي جواب لي. نعم. انه انا استغربت ليش وليد بايك مش متمثل بهذه الاجتماع. ما عرفت، ما في جوابك. ربما على الاجتماع الجاي بيكون، على الاجتماعات اللي جايه بيكون موجود. طيب استعمال المصالحه اذا بدك كهيك من العناوين الاساسيه اللي عم يستخدموها كشعارات للاعتراض على قانون الانتخابات او على قانون انتخابات جديد اللقاء الديمقراطي، ومن بينهم الوزير وائل ابو فعور. اليوم كيف تتفسر هيدي الكلمه؟ يعني الوزير ابو فعور قال سمت اولا، قال حتى الان المشاريع المنسوبه للقوات والتيار لا تاخذ بعين الاعتبار خصوصيه الدروز، سمت مشترك بيننا هو المصالحه التي نحرص عليها، سواء نبدي حرص مقابل تبدى حرص مقابل أم لم يتبدى،
يعني اذا كان في حرص بالمقابل لا على هالموضوع لا ولا لا لا، لا نحن حريصين. ايه وهذا كلام يعني انا برايي هذا كلام ما بيقوله الوزير وائل بوفعور، لانه تسرب كلام ببعض الاعلام تحدث عن تهديدات وعن امور تتعلق بظروف تاريخيه نست 57 و58، وهذا كلام كله تهديد وتهويل لم يكن في محله. كلام الوزير وائل بوفعور انا برايي بمحله الطبيعي، لانه اجى بينقض القول انه هالمصالحه اللي تمت بالجبل، وخصوصا العلاقه، وكان في شغل عم بينعمل خصوصا بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي بالجبل في صناعه العلاقات وتطويرها وتعميقها، انه هذه لن تتاثر بصرف النظر عما كان قانون الانتخاب. وهذا كلام جيد جدا، وهذا كلام يجب ان يرسم عليه وان يبنى عليه، ونحن مع هذا الكلام ومع روحيه هذا التعاطي، واي نوع من التعاطي الاخر لن ينفع، لن ينفع، لن ينفع، اكرر. لذلك ليش لشو الروحه باتجاهه واعاده استحضار ادبيات مضره لكل الاطراف وللبلد؟ خلينا نفكر سويه كيف ان نعتبر انه هذا الجبل الذي يشكل احد اركانه الرئيسيين هذا البيت الجنبلاطي، كيف نفكر، كيف نطور العلاقه، كيف نعمقها، كيف تاخذ ابعاد جديده، كيف، وخصوصا انه في تيمور بيك جنبلاط مرشح لان يكون هو زعيم هذه الطائفه الكريمه، مرشح لها، فليكن اهلا وسهلا، وهذا امر نحن نفرح له فرحا كبيرا. دكتور الرئيس إلي الفرزلي، أنا بدي أشكرك جدا على تشريفك لنا اليوم وحضورك، ونحكي دايما متعة نحكي معك دايما، خاصة شكرا على القانون الانتخابات. شكرا حبيبي، وإن شاء الله الحلقة الجاية بتكون عم نحضر للانتخابات فيها سوا. وهذا الذي سيتم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مستمعينا بدي أشكركم، بدي أشكر المخرج رالف نكد، دائما بلاقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من مدى الصوت. إلى اللقاء.